البحر هنا والنخل طبعنا شويه في النخله نشوف النخله نعملها ازاي. عود عشان كل شيء. عود النخله اهو والاضاءه طبعا من ايه؟ من على الشجر. بعد ما تعمل عود تقوم عامل ايه؟ وبعدين تقوم عامل الفاتح بتاعها. الفاكهة الطبيعية. برضه الخط. تقوم ايه؟ عامل نفس العمل. وتبدأ تاخد من البني على الأبيض من كده. ده اللي انت بتعمله تمام. طبعا بيبان برضه غير لما بيبقى وراه ايه؟ خزامه وخضره وكلام من ده. طيب الجليد بتاع النخل ولا مشكله ولا حاجه؟ بتدي خطوطك الاول زي ما اتفقنا خطوط وضوء وضوء. طبعا النخله ديت احنا هنرش لحد هنا كده عشان ايه؟ نرسم الخطوط بتاعتها كامله. اطلع عود كده عود في الوسط عود كده عود بروح. ده العودان اللي في الوش مش كده؟ في عودان بقى في الناحيه الثانيه بتنزل كده. في الايه؟ في الـ في الورا. طبعا بتعمل الايه؟ الورا الاول. الورا الاول بيكون ايه؟ فاتح. حاجه فاتحه كده. اللي ناحيه الضوء. الورا يكون عشوائي حاجة عشوائية كده اهو اللي تعتبر خلفية. طبعا الجديد رايح لمن هناك اللي هو كده شايف الظهر من هنا. خلاص تمام. وبعد كده بتعمل الايه اللي باين ازاي اللي باين من بعض الايه الجديد دي باينه خطوط كده بقى. دي طبعا باينه من هنا ومن هنا ان باينه من بطنها ودي بره. ولازم ايه تتخيل الميجن. حلوه الميجن دي. لازم تفزلك. الندم دي خايب والله. ما تسكت. عملنا البعيد الاول عشان ما نحتسش واحنا بنعمل الجرايد. نيجي نعمل البعيد تلاقي نفسك ما انتش عارف تشتغل. عملنا البعيد. نعمل الاطرب. شوية احمر على الاخضر بيديك لون جليدي. عارفين اللون الجليدي؟ احمر اخضر؟ ايوه. طب تقفل الايه؟ كده الفنان حط احمر على اخضر؟ انا ما بحطش احمر يا عم غوتسي. حط احمر ازاي؟ اصل انا اللون ظهر عندي في التليفون بني. بني؟ خضره شويه. خضره شويه. ما هو بني برضه. طبعا الجريده ديت كده يا دوبك اللي باين اللي يمنا وخلاص. ولازم تايه؟ تمشي. لا حول ولا قوه الا بالله.
دي نازله شويه الجريده دي برضو اللي باين ايه اطرافها دي، بتديك تداخل بقى اللي انت عملته هناك واللي انت بتعمله هنا، وبتديك تداخل كده في الناحيه الثانيه برضو طالعه باينه كده اهو، وترجع ايه تدلدل باينه من هنا برضو، بس لما نزل دلدلت وده بس اللي باين. لسه الصباح في بقى جريده كمان اهو قدام الكونفليس، والجريده ايه؟ نعم الجريده ديت دي اللي هتبقى باينه، فايه تحاول تهتم بيها بقى لان هي دي اللي ايه؟ اللي هتبان معاك. يا ريت تجيب لها ايه؟ فرشة محترمة ولايق على حجم الايه؟ النخلة اللي انت بتعملها. اقول سن رفاع شيء صح؟ سن رفاع فرشة حامية شوية من القلم دي، بس حامية شوية. طبعا النخلة دي الجريدة دي جاية عليك، فأنا خليها تيجي عليك دلوقتي. ديها لسه تاخد الايه؟ اللي جاي عليك. ودي برضو نفس الجريدة ديت اهي. عودنا مفصلة شوية لأنها هي الأقرب. وبدأت تيجي عليك من هنا. كل ما بتقرب كل ما أنت بتتقل في الأغلب صح؟ عشان يبان يعني. وتفصلوا عن اللي ورا. فاضل الجريدة اللي في الوسط اللي هتكون اغمق خالص المجرمة دي اللي هي دي لحد هنا كده وانتنت وجت عليها، يعني المفروض هي هنا وانتنت وجت علينا. هي الأقرب على الإطلاق، كل ما بيطلع يقوم مقلوبة اليمن، بتطلع مقلوبة اليمن. بوظت الفيس. يلا ما هو لازم حركة كبيرة. خلاص؟ فاضل إيه؟ العالي اللي هيكون القفل على الإطلاق. بس احنا لو عملنا العالي دلوقتي وهي مبلوله كده هياخد من ال نحاول نشوفه شوية. شوف الفاتح بقى، ناخد فاتح ده طلعت كده وقامت نازله هنا كده، المفروض كده صح؟ اهي جت علينا. انا كده لسه افتح وافتح، وده طبعا نفس الكلام اهو، وبدا يجي كده وده نتيجة عليك كده. والثالثه نفس الكلام اللي هم القريبين خالص اهي، وجت كده برضو وجريتها بدا يجي عليك هكذا. طيب ياخد فتح شويه عشان يبان. دي الاقرب للضوء اهو، صبح العالمي ما شاء الله يا فنانين منورين الدنيا كلها، نورك يا فنان.
انا زعلان منك انك ما جيتش المره دي والله. الله ينور عليك يا بحر. فنان صبحي مع الفنان مصطفى من الفنانين المتميزين. اما اشوفك بس يا بحر. كسلان. شو بقول لك يا كسلان عشان لو ما سمعتهاش؟ اشتمك على الهواء. بتسخف بقى. خليه يبعت الجوابات على صبح. سلامي لك وللجميع استاذ احمد حبيب اخوك يا صبحي. بعت الجوابات يا صبحي. بعت الجوابات. لانها جت عليك كده ورحت. اسماعيل عاوز الجوابات يا صبحي. لانها خلاص انتهى. بس خلاص. خلي بالك وتقوم جايب ابيض من دوافع. ومثل الناس على ايه؟ قاعد على الدك. بلغ سلامي الكبير لمعلمي الغالي وفواز. اما اشوفك بس بقى. عرفنا النخلة بتتعمل ازاي؟ ده الموز بتاعها؟ النخلة بتطلع يا عم جوافة. طب طلع بالك بس دي زينه دي بنزينه زي ما انت ودي كانت النخله دي النخله عظيمه النخله طب معلش النخله طلب الفنانين معانا هنا تعملوا ان شاء الله حاجه انتوا بقى تعملوا مع الشوب كده نجرب واحده انت معاك الصوره اهو انت هتشوف